نفسي أنا نجود القحطاني، خريجة جامعة الإمام محمد بن سعود، معدل عالي اللهم لك الحمد، عندي دورات كثيرة، عندي دورات في التحقيق الجنائي والإسعافات الأولية وأشياء كثيرة اللهم لك الحمد. كنت متطوعة 4 سنوات مع فرق تطوعية. سبب المشاركة إنه القهوة والإبل مرتبطة ببعضها، كلها من تراثنا ومن عاداتنا، وحبيت أشارك. المهرجان صحوني فيه على الإقبال يعني الكبير عليه، والأجواء طيبة. بعد التخرج ما لقينا فرصة عمل جيدة، ولعلها خيرة، دائما كل أمر المؤمن خير اللهم لك الحمد. فكرت في مشروعي الأول وابتدينا بقهوة بنت خيا، والحمد لله يعني لنا حسابنا بالتجارة الإلكترونية. والآن جربنا حضرة المهرجان، وإن شاء الله نلاقي النجاح إن شاء الله.